رحلوا وبقيت منازلهم مقفلة شاهدة عليهم بعدما كانت تنبض بالحياة. مسيحيو العراق لا يزالون الحلقة الأضعف في بلد يعاني العنف الذي أجبر أهله على الرحيل دون ما رجع. صور قادة الميليشيات لا تخفي نفسها في الأحياء التي كان يقتن فيها المسيحيون في بغداد على الخصوص، والتي تحولت معظم ملكية منازلها إلى سياسيين بعد الحديث عن عمليات استيلاء واسعة قامت بها الميليشيات قتلت آخر أمل للمسيحيين بالعودة. ضعف سلطة القانون أدى إلى هذا الواقع المزري يعني مؤلم، سواء من انتشار المافيات وضعف القانون ونقص الخدمات وفرص العيش الكريم. أمام موجات الهجرة والنزوح المتكررة، هناك البعض ممن يحاول البقاء ومقاومة الظروف المعيشية الصعبة التي ألقت بظلالها عليهم. هجرة المسيحيين كثير تعذبنا، وعم تهجرنا من مكان لمكان، من الحمدانية لأربيل، من الأربيل لهوني. أنا من الناس ردت أطلع، بس ما عندي فلوس، يعني ما عندي مادة، يعني ما شنو أقول لك، صعب أطلع يعني. هنا في منطقة زيونة في بغداد التي تستقبل نازحين مسيحيين من الموصل، تبدو الغربة في أقصى صورها لمواطنين من ذات الوطن. يشار إليهم على أنهم غرباء، ذلك بعد تهجيرهم قصرا من مدنهم. نفكر بالهجرة أول شيء، ويعني الأسباب عديدة راح أذكر لك إياها. أولا الوضع المسيحيين، هل هذا يليق بأصحاب البلد؟ الجواب لكم. الهجرة أكيد 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 أرحم، لأنه وين ما تروح أنت نازح، ابن البلد يقول لي نازح، أنا هنا من موصل أجي بغداد، لا أمان لا يعني فرد شيء يثبت لك بأنه أنت عايش، لا عندك قطعة أرض، لا أكون منظمة السندك. وفي ظل غياب كل عوامل الاستقرار والأمان، لا يبقى للمسيحيين في العراق إلا آمال وتمنيات يعلقونها على جدران المخيم التي ملت من سماع قصص الموت والتهجير الذي بدأ مسلسله عام 2003، ولا تزال تبعاته تلاحق العراقيين عموما والمسيحيين على وجه الخصوص. في وقت لم تقدم الحكومات أي حلول لإعادة إعمار منازلهم التي دمرتها العمليات العسكرية منذ عام 2014.